الكل يستعد لانطلاقة هذه المباراة. الانتر بعدما احتكر الكأس لموسمين غابت البطولة من ثلاث مواسم، هل حان الوقت لاستعادة هذا اللقب؟ هذا هو السؤال. على الناحية اليمنى رايموندي رقم 77، وفي الناحية اليسرى ميركو بييري رقم 46، خط الوسط ماركيني رقم 5، بيركفولد رقم 8، موزار 24، كاندريفا، وهذه الكرة والقائم. هدف أول يضيع من الانتر، تعود إلى فييرا، وفييرا يفتح اللعب في الجهة اليسرى جميلة إلى مونتاري، يردها براسه إلى شنايدر، وهجمة منظمة وكرة، واللمسة فين؟ أين اللمسة من ستانكوفيتش؟ فريق ليفورنو لم يفز في ملعب الانتر من سنة 42. تتلعب إلى ستانكوفيتش وكرة تاني، وفرصة خطيرة لكن الهندوراسي، ضربة حرة في مكان رائع جدا لوكاريلي أم داني، لوكاريلي أم داني، لوكاريلي بالقدم اليمنى لكن ينشنها في الحيطة، تسديدة تاني. فيورنتينا مع كيفو، لاتسيو مع باليرمو، اليوفي ونابولي، ميلان مع نوفارا، اودينيزي ولوميتزاني، هذه كرة ستانكوفيتش إلى بالوتيلي ويلعبها بمهارة في المرمى بالوتيلي. تعود الكرة من جديد للجانب الأيمن لماركيني، يلعب إلى لوكاريلي، خطيرة جدا لوكاريلي داخل منطقة الجزاء في انتظار العرضية، مونتاري وتاني الكرة لكن يطلع تولدو يمسك ويخلص المشكلة. بينما الآن شنايدر هو أمل الانتريستا في هز الشباك، كرة من الضربة الحرة المباشرة على حدود منطقة الجزاء، شنايدر جميلة جدا والقائم تاني. لا مش ممكن، لا ده في تحالف بقى، ده تحالف غير معلن، الثانية فعلا معك حق يعني، تاني واحدة، تاني كرة، الأولى من ستانكوفيتش والثانية من شنايدر. الإنتر يريد أن يتقدم في هذا الشوط، الانتر يريد ان يسجل هدف قبل ان ينتهي هذا الشوط. ستانكوفيتش الى موتا الى شنايدر، وبعيدا عن القائم الايسر هذه المره، لكن ستانكوفيتش مستقبله قد يكون غير راضي عما يحدث له في ايطاليا، يعني قد يكون يبحث عن حل. هذه الكره سوازو وبيرتيكوني، لكن الكل يأمل في تحسن هذه الصورة. شنايدر تسديدة لكن في مناسبتين، لكن ده كان في المرمى اللي في الجانب الأيمن، ماذا عن مرمى الجانب الأيسر؟ مورينيو يريد الفوز بأي شكل، يريد الخروج من هذه الدوامة، يريد ادي شنايدر، جول جول للهولندي. مش في كل مرمى يا بنوسي، مش في كل مرة يا بنوسي، مرمى الجانب الأيسر يخل باتفاقه مع الحارس بنوسي، ولا يتصدى لكرة شنايدر هذه المرة بعد ساعة من المحاولات. شوف بنوسي، البطاقة من نصيب النيراتزوري في مواجهة مرتقة، هذه كرة تاني، انفراد انفراد، وبنوسي يبحث عن الكرة وضاع هدف آخر. متى سيسجل ديفيد سواز؟ شوف شنايدر، هدية انفراد، قال له تفضل روح هات جول. تصل كرة إلى ستان في وسط الملعب، الدراجوني يلعبها جميلة جدا، بالوتيلي يخطفها، يخطفها بالوتيلي، خطفها. هذه الكرة الطويلة من الدراجوني، وبالوتيلي لم يكن متسلل، شوف الخطفة دي، خطفة خطفة مفاجأة، مفاجأة من أمام المدافع. يعني من وجهة نظر كوزمي لا تعني الكثير المتابعة، أولا هذه الكرة وبينوسي يتصدى لإنفراد سوازو، ثم الآن يتصدى لتسديدة سوازو ورأسية تاني، لكن فرصة موتا فوق العرض. الإنتر يسعى لهدف آخر قريب منه جدا، قريب منه جدا، ستانكوفيتش الى بالوتيلي، هيعمل ايه بالوتيلي؟ يلعبها داخل منطقه الجزاء، مرت اخطا ستانكوفيتش، تسلل مش ممكن، لكن فين التسلل؟ لا في تسلل، في بالفعل، شوف لحظه تسديد، لحظه تسديد
فييرا يقطع، تصل الى ستانكوفيتش، يتقدم في وسط ملعب ستانكوفيتش بالحذاء الاصفر، يلعبها ناحية الشمال الى بالوتيلي، بالوتيلي الى ميليتو، واللمسة فين فين؟ ميليتو ينظر للحكم، حكم اللقاء بيقول يلعب، بالوتيلي يضغط تاني ويقطع، يلعبها الى ميليتو، جاءت الفرصة من جديد، ميليتو يا ولد، يعني هي قدمه تعرف طريق المرمى، هو ده يعني، ده نموذج للكلمة اللي دائما بتسمعوها من المعلقين، ده رجله عارفة سكة الجون، او رجله تعرف طريق المرمى، او قدمه زي ما شفته، بتشوف استلم الكرة جوه منطقتك على طول بيدور على المرمى فورا فورا لوحدها، يعني قدمه اوتوماتيكيا تلقائيا لعبها بليسنج جميلة جدا. ادي ميليتو، مفيش تسلل، لا يوجد تسلل، ميليتو انفراد وضيع الكرة، اضاع الانفراد، وكأن ضميره بيؤنبه، وكأنه يشعر ان الكرة من المفروض ان تحتسب تسلل. حاول وجرب على المرمى لكن يبدو انه بالفعل غير جاهز. بالوتيلي، بالوتيلي يتقدم، بالوتيلي من الجهة اليسرى يدخل داخل منطقة الجزاء، وبالوتيلي مباراة التأهل والبطاقة تذهب لمورينيو، قد يكون فوز. ادي ميليتو تاني، هل يعوض؟ ميليتو حاول انه يلمس، انتهى الوقت الاصلي، انتهى الوقت البدل الضائع، وسيباستيانو بيريتزو ينهي احداث اللقاء اصدقائي المشاهدين.